انا البنت ديال السيده اللي توفات الله يرحمها، اللي واحد السيد كان كاري عند الوالده وبعث ليه النص، والنص ديالنا حنا المحاجر داه لينا. حنا دابا كنطلبوا من سيدنا من جلاله الملك الله ينصرو يوقف معانا ويعاوننا على هذا السيد اللي نصب علينا حنا وحنا وخواتاتي كاملين. وانا مريضه، فيا مرض السرطان وما عنديش كاع باش نتعالج، ومني كنطالبوا بحقنا تيقول لينا سيروا فحالكم نتوما ما كتسالوا حتى شي حاجه. حنا دابا كنطالبوا بجلاله الملك يوقف معنا الله ينصرو ويحفظ ليه وليداته، بان هذا السيد هذا ما بين لينا حتى شي حاجه. كان كيعطي الوالده الله يرحمها الفلوس ديال الكراء، مني توفات الوالده لهنا ما بقى تيعطينا حتى حاجه. ملي كنجيو عندنا حنا ملي كنجيو عنده تيقول لينا نتوما ما كتسالوا حتى شي حاجه، ها الوثيقه باش بعت لي امكم. ما يمكنش النص غيتباع ب 40 والنص الاخر غيتباع ب 5، لا يعقل. هذا الشيء راه ما كاينش. حنا دابا كنطالبوا بحقنا يرجع لينا، كنطلبوا جلاله الملك الله ينصره ويخلي ليه صحيحته وليداته يوقف معانا. حنا كنطلبوا بالنداء ديالنا يوصل جلاله الملك الله ينصره ويحفظه. طالبوا بتحقيق إعادة النظر لذاك الشيء، باش شرى هاد السيد المحل إلا عنده شي وثائق بأنه شاري داك النص الثاني يبينهم لينا، يبين لينا حنا الحق. حنا بغينا نعرفوا شنو كاين. حنا لحد الآن ما بين لينا هاد السيد حتى شي حاجة، الكرا منعو علينا، اتجهنا لجميع المحاكم، البلاصة اللي مشينا ليها كيسدها علينا. دابا تقريبا شي 11 عام ياك اختي، 16 عام دابا منع علينا. دعيناه وخرجات المحكمه، حكمت من الصالح ديالنا، والاستاذه اللي عطيناها الحكم قالت لنا غنستانف، ومن داك الاستئناف لحد الان ما بينات لنا حتى شي حاجه. فين ما مشينا الباب اللي دقيناه كيسدو هو، الباب اللي دقيناه كيسدو هو، عنده النفوذ علينا حنايا. حنا عندنا الله سبحانه وتعالى وجلاله الملك الله يحفظه وينصره لينا، الله يجعل ليه البركه في وليداته يوقف معنا في هذا الشيء. عمي مصطفى من مواليد 1965، وانا خدام في الفخران عام سيدي في 1980 الحسن الثاني الله يوليه برحمه الله، هو وعبد الله غرنيط انا ذاك كان وزير صناعه تقليديه سلموا لنا هذا المحل. هذا المحل دابا عام سيدي من 1980 وحنا كنستغلوه. حنا ذاك الوقت في 1980 كانت الدوله عطاتنا واحد القرض باش نصلحوا شويه المحلات، فاذا به ذاك القرض كيضمنوا واحد العم ديالي بقى ضامن بذاك القرض. مات الوالد ديالي في 86، ملي مات نعم سيدي الوالد ديالي في 86، عمي ما بغاش يخلص ذاك القرض، تيجيو الدعاوي في المحكمه، فاذا به جاتنا حنايا دعوه جابها لنا من المحكمه باش يتغلق المحل ولا نخلصوا الواجب. فاذا به مني كنمشي عند عمي انا باش يجيب لي باش يدير لي شي حل مع السلطات باش ما يتسدش لي المحل، تيجيب لي الشاري. هذا هو هذا السيد دابا اللي كنتنازع انا وياه. نعم مولاي انا بعث لي هذا النص هذا باش هو اللي باعوا لي عمي باش ياخذوا المستحقات اللي كتسال البنك الشعبي، وهذا النص هو الثاني اللي من هنايا كنا كريناه لي سيدي علشان باش نجهزوا شويه واحد المده ديال عام ولا عامين باش نجهزوه ونوليو خدامين به. كريناه لي سيدي واحد المده، ملي ماتت الوالده في 2001 جينا هبطنا لعنده باش ناخذوا من عنده الاتعاب ديال الكرا ديالنا. نعم سيدي، فاذا به تيجبد لينا واحد الوثيقه كيقول لنا انتم بايعين ليا، حيت سيدي نعم سيدي البيع الاول تقام ب 40 مليون، والوثيقه اللي تيجيب لنا مصوره تيقول لك ها هي بعثوا لي منين شدينا نعم سيدي الورقه تنقراوها، فاذا به تلقاو فيها 5 ديال المليون. ورفعت به نعم سيدي دعوه، هي الدعوه هي عندي هنايا، رفعنا به دعوه. ملي رفعنا به دعوه نعم سيدي دابا انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن محمد السادس الله يطول في عمره ياخذ لي حق ديالي من هذا السيد هذا. من 1980 عام سيدي الحسن الثاني الله يرحمه هو اللي عطاهم لينا، حيت كنا لهي هنا حدا المشروع في الفخاره القدام. من المشكل هو النزاع اللي عندي مع هذا السيد باش يعطيني الحق ديال المحل ديالي يا مولاي. ما تعوضش نعم سيدي، انا بغيت نتعوض بحالي بحال ايها الناس. تنا سيدي صناعي هو ما نعرف سيدي شنو دار. انا دابا كنطالب من جلاله الملك الله يطول ليه في عمره ويخلي ليه صحته ديالي. ها هي نعم سيدي الاب ديالي هو مول المحل نعم سيدي، كما قلت لكم شديناه في 1986 باسم الوالد ديالي العربي بن عمي. نعم سيدي، شنو مولاي حنا غادي نبيعوا الاول ب 30 مليون والثاني غادي نبيعوا ب 5 ديال المليون، اللهم انا هذا منكر.
هو زور الوثائق حيت عندي نعم سيدي الحكم عندي هنايا اشنو فيه هادشي اللي كاين مولاي. دابا انا كنطلب من جلاله الملك الله يرحم ليه الوالدين ويخلي ليه الصحيحه ديالو ياخذ ليا الحق ديالي من هاد السيد هذا. واش ما درتوش به دعوه ديال التزوير؟ راه هي هادي يا مولاي اللي درنا به الدعوه ديال التزوير وما استنفاتهاش المحاميه. المحاميه حتى هي راكم عارفين بلا ما نقول لك الحكم الابتدائي ماشي من الاختصاص ديالو خاصها تكون تمشي للتجاريه الله يرحم ليك الوالدين وستينه. عدم الاختصاص كل شيء مولاي عندي هنايا كل شيء عندي هنايا الحكم الاخر اللي عندي هنايا تحكم لصالحه مي تحكم لصالحه المحاميه ما دارش لينا الاستئناف. دابا هادشي انا علاش كنطلب محمد السادس الله يبارك في عمره يعطيني حقي من هذا السيد اخويا الله يرحم ليك الوالدين. شرنا نعم اخويا هادشي اللي كاين حنا الوارث حنا اخويا اعوذ بالله من قلت انا خمسه ديال العائلات خمسه ديال العائلات ها هما الخوات ديالي هذيك نعم سيدي راه فيها الكونسير وهذيك راه فيها داك ديال سميتو وحده عاوتاني فاس الله ينجينا ويجيكم حتى هي فيها مرض السكر هادشي اللي عطى الله. وانا خويا راه غير خدام غير عند عباد الله انا من دابا انا راه ثلاث ايام مولاي وانا كنبات هنا شوف غير الناموس شنو دار ليا انت ثلاث ايام وانا كنبات هنا باش لعل وعسى تانا ينصفوني بحال ايها الناس حيت كنشوفوا ان نعم مولاي حيت السلعه اللي كاينه لداخل باقي ما كملش باقي ما كملها السيد اللي كانت نازعه انا وياه عليها على النص ديال المحل. دابا الوالد ديالي الله يرحمه مسكين سلمات لهم الدوله هذا المحل ياك وانا تخدا واحد القرض فيه 5 مليون خلص فيه ثلاثه بقاو له جوج كيدير مرض توفى منين توفى جات البنكه قالت لامي تخلصي هذا الواجب اللي عليك ولا نشوف واش غنديروا. ناض تمي بعت النص ديال هذا المحل باش تدي الواجب ديالها منين بعد داك النص هذاك النص عاوتاني كراتوليه كتشد الكره. حنا ديك الساعه باقيين صغار ما كنقدروش نتصرفوا مع الوالده في هادشي ندخلوا فيه. بقات هي حتى نهار توفات جينا حنا الورثه كاملين جينا عنده قلنا له تعطينا الكراله قال لك لا الوالده ديالكم باعت لي انا كل شيء ورينا الاوراق حنا ما عندنا حتى شي ورقه الا النص. منين جينا كنقلبوا وكنديروا لقينا باعت لي المحل الاول ب 40 والثاني ب 5 مليون. واش هذا حق؟ ماشي حق. هذا دخلنا المحكمة دفعناهم المحكمة والمحكمة خرجت لنا بالصالح ديالنا بالإفراغ وسميتو والكرا. منين هذه المحامية قالت لك أنا غنستانف ما عجبنيش أنا هذا الشيء غنستانف باش نربح الدعوة مزيان. منين مشينا ما لقينا لا استئناف لا حتى حاجة. المحامية ما كتقول لك راه كل شيء راه هو اللي ربح القضية راه القضية هو اللي مربوحة هو اللي شاري. وحنا بغينا غير اي وثيقه ديالو بان كدل بان النص الثاني شراه ماشي مشكل ما غاديش حنا ناخذوا ليه رزقه ولكن باش ياخذ لنا رزقنا وحنا كنا مشردين. الناس دابا كتاخذ النوامر وحنا مشردين كندورو ماشي حشومه. هادشي اللي كان شحال عائله هنا؟ حنا سته ديال حنا الخو الورثه حنا سته ديال الورثه سبعه حنا ثلاثه الدراري واربعه ديال البنات. الله يعمل سيد ربي يعاونهم ويوقفوا معنا وعاش الملك. كنطلبوا من سيدنا ومن السلطه الله يرحم الوالدين يوقفوا معنا غير يشوفوا لنا غير الملف اشنو فيه. دابا فين ما كنوقفوا في المحكمه وداك الشيء كلشي كيتسد علينا سيدي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.